معنا في يوم جديد من نشرة علاء الدين. اليوم نبدأ نشرتنا بأهم العناوين التي تصدرت صفحات مجلة علاء الدين في عددها رقم 1027 لشهر يناير 2022. يبدأ العدد بكلمة رئيس التحرير، والتي دعا من خلالها أطفال مصر للسعي وراء تحقيق أحلامهم حتى لو كانت مستحيلة، لأنهم قادرون على تحدي الصعاب بالعمل وبالإرادة. واستشهد رئيس التحرير في كلمته بالنماذج المشرفة التي ظهرت في احتفالية قادرون باختلاف، والتي حضرها الرئيس السيسي بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم. قرر أبطالنا من القادرون باختلاف يتخطوا كل الظروف ويشاركوا في تحدي النيل من المنبع للمصب، ومن جديد بيثبتوا للجميع أن رغم اختلافهم قادرين يواجهوا أي صعب، وبيبعتوا رسالة بتأكد بالدليل إن طول ما احنا عايشين هيفضل النيل بيجري في مساره. إحساس من القلب، إحساس أكبر من كلمة حب، إحساس إن انت معايا ده دايما بيطمني، وفي وقت الجد بتكون لي سند وإيديك تتمد. والحسن الحظ عمرنا ما بنضعف ولا نتهز، يا ما عدى علينا انا وانت حاجات وقدرنا عليها، واقف للصعب. كما جاء في هذا العرض ايضا حكايات واسرار قادرون باختلاف الذين تعلقوا في الاحتفاليه. انا تعرضت التنمر سيادة الرئيس. في شخص دخل على صفحتي على الفيسبوك علشان اتنمر عليا انا واصحابي. عمرنا ما بنضعف ولا نتهز، يا ما عدى علينا انا وانت حاجات وقدرنا عليها، واقف للصعب. زي الجندي اللي واقف في الحرب، ومحدش يخسر معركه هو مآمن بيها، وقت ما بحتاج لك تبقى معايا ما بتسيبنيش، لو اقول لك شكرا مليون مره دي ما تكفيش. والان مع فقره حدث في مدرستي، والتي تقدمها الزميله منه الله حسين. اهلا بكل متابعين نشره علاء الدين في فقره حدث في مدرستي. النهاردة احنا متواجدين في مدارس الرؤية الجديدة بالعاشر من رمضان علشان نتعرف على حكاية المبادرة اللي قام بيها طلابها واللي كان ليها صدى كبير في مدينة العاشر من رمضان. المبادرة اسمها مبادرون، مبادرة مكونة من عدة مبادرات خيرية وحياتية. بتشجع الأولاد على فعل الخير وإنهم يحسوا بالآخرين. وأحدث مبادرة عملوها كانت مبادرة شير في الخير بطانية للغير. تعالوا مع بعض نسمع ونشوف عملوا إيه. أنا كل مرة كنت بتبرع بفلوس لحملة البطاطين، بس عمري ما فكرت إن أنا أروح مصنع واشتري. والسنة دي لقيت مستر أحمد سعيد بيكرمني وبيشجعنا كلنا إن إحنا نزود الثواب ونروح نشتري البطاطين بنفسنا، وشاركت معاهم ورحت مصنع بطاطين واشتريت معاهم، وأخيرا عرفت الفلوس اللي بتبرع فيها كل سنة راحت فين والمين. انا واصحابي اتفقنا ان احنا نجمع فلوس من الفصل عشان نشتري اكتر من بطانيه نساهم فيها في الحمله. ميس امنيه مديره المرحله شجعتنا ان احنا نتبرع، فانا اتشجعت ورحت قلت لزملائي ان احنا نتبرع، فما يكونش عمل فردي يكون عمل جماعي. اتعلمت ان عمل الخير دي حاجه تشرف، وان احنا نسابق ونشيل بطانيه ونديها لحد محتاج دي حاجه جميله. اتكرمنا من المدرسة بشهادة تقدير باسم فصلنا بهدف مساعدة المحتاجين. مبادرون
علاقة المدرسة عندنا ان احنا نتبرع بالبطاطين، وكان في 3 طرق للتبرع، زي ان احنا نتبرع ببطانية او ندفع فلوس المدرسة، او الفصل كله يشارك لبطانية. بعدها رحنا لمصنع البطاطين مع بص المدرسة ومع المشرفين، رحنا اشترينا بطاطين كتير وكان المصنع جميل، بس كانت الوانها حلوة. فعلا بطانيات من المصنع كانوا بطانيات كتير قوي، كانوا طالعين بطانية وحطيناهم في باص المدرسة ورجعنا بيهم على المدرسة. الخطوة اللي بعدها جبنا أولاد المبادرون ودخلوا المخزن ودخلوا يجيبوا البطاطين ووزعوهم على الناس المحتاجة. الناس دي كنا عاملين دراسة عن حالتهم قبل كده، وزعنا عليهم البطاطين وفرحناهم وفرحنا معاهم. أنا تبرعت بالفلوس، أنا تبرعت ووزعت البطاطين، اشتريت بطانية، أنا مبادرون، أنا تبرعت بالفلوس، مبادرون، أنا تبرعت واشتريت بطانية، أنا اشتريت البطانية، أنا مبادرون، أنا تبرعت بطانية، أنا تبرعت بالفلوس، أنا المبادر، أنا اشتريت البطانية، أنا مبادرون، أنا تبرعت واشتريت بطانية، أنا تبرعت واشتريت بطانية، أنا وزعت البطاطين، أنا مبادر، أنا شايف بالمحروف، برعت البطانية، وأنا برعت بفلوس، أنا ساهمت ببطانية، وأنا ساهمت بفلوس، أنا ساهمت ببطانية، أنا ساهمت بالمجهود، برعت بالمجهود. وإلى عالم الألعاب الإلكترونية وأحدث الاختراعات يصطحبنا الزميل أحمد عبد الرحمن في فقرة عالم التكنولوجيا. أهلا معكم أحمد عبد الرحمن في عالم التكنولوجيا. النهاردة هكلمكم عن لعبة عجبتني جدا اسمها روبلوكس بيدورز. ايه هي بقى بيدورز؟ يعني من اسمها بيد وورز، حرب الأسرة أو حرب السرايا. إيه هي بقى روبلوكس بيدورز؟ هي أصل اللعبة من ماينكرافت، بس في واحد اسمه سنيكتريكس حب يدمج ما بين اللعبتين عشان عشاق روبلوكس وماينكرافت يبسطوا جدا بيها. خلينا بقى نتعرف على لعبة روبلوكس بيدورز أكتر وإحنا بنلعب، يلا بينا. الاول هنفتح جوجل كروم او لو انت محمل الابليكيشن بتاعهم. بعد ما تعمل لوج ان هتلاقي حاجه بتعمل لها سيرش، اكتب بيدورز، بعديها هتلاقي اللعبه، دوس على اللعبه هتلاقي الزر الاخضر اللي قدامك ده، دوس عليه. دلوقتي احنا دخلنا اللعبه وفي حاجه اسمها كتات. الكتات دي شخصيات، في كتات تقدر تكسبها ببلاش وفي كتات لازم تشتريها، زي كت حاصل الارواح اللي انا حاليا بستخدمه. حاصل ارواح قدرته ان انا بقتل حد بيخليني اسحب روحه ويخليني سريع وخفي، وان كمان يهيلني او يديني دم كمان ويخليني لا اقر ان الضربات ما بتاثرش فيها لثواني عديده، زي الشخص ده لما استخدم كت الريبر. ولما بتخش بتلاقي الجنريتور ده بيديك موارد، في 3 انواع موارد، ايرون، دايموند، امبرالد، وتقدر تستخدمهم في حاجات كتير. دلوقتي مثلا الدايموند نقدر نستخدمه ان احنا نطور التيم ابجريد، زي ان القوه بتاعه السيف او قوه الدرع وسرعه الجنريتور. وهنا بنقدر نستخدم الايرون والامرالد عشان نجيب دروع او تليبرل عشان نعرف نتنقل مثلا، او بالونز
أو سيوف زي سيف الدايموند وسيف الإمرالد. على ذكر الدروع، في 4 أنواع دروع: إمرالد، دايموند، آيرون، ليذر. ودي رقصة الماستر، وعلشان تكسب انت بتروح مناطق الناس التانية او المقر بتاعهم وبتكسر سرهم وبعديها بتقتلهم عشان ما يرجعوش تاني. وكده نهاية حلقتنا النهاردة في عالم التكنولوجيا. ياريت تحملوا اللعبة وتجربوها، ولو حد عنده اي كومنت او استفسار ياريت تكتب لها تحت في التعليقات. وانتظروا حلقة تانية من برنامج عالم التكنولوجيا في نشرة مجلة علاء الدين. والآن مع فقرة مكان من بلدي، والتي يقدمها الزميل أحمد عمرو. أهلا بكم كل متابعين نشرة علاء الدين، معاكم أحمد عمرو في فقرة مكان من بلدي. النهاردة احنا في مكان له تاريخ كبير، مكان اتبنى في العصور الوسطى، قلعة صلاح الدين الأيوبي، من أشهر القلاع الحربية الموجودة في مصر. يلا بينا ندخل القلعة ونعرف تفاصيل أكتر عنها. يلا بينا. أهلا بحضرتك وأهلا بكل الطلبة الموجودين معانا. أتعرف باسم حضرتك. مع حضرتك الأستاذ خالد محمود الخولي، أخصائي اجتماعي بمعهد بنين المعركة الإعدادي السنوي، ودول طلبة معهد بنين المعركة الإعدادي السنوي لمحافظة البحير. إيه أكتر حاجة عجبت حضرتك لما شفتها في القلعة جوه؟ هي الحقيقة القلعة كلها جميلة، يعني هي فيها مسجد محمد علي، فيها مسجد أحمد بن طولون، المتحف الحربي والتجديدات اللي فيها طبعا فيها حاجات جميلة جدا، ويعني المكان كله رائع بصراحة يعني، والتجديدات اللي فيها تجديدات جميلة جدا، وفي تطور كل سنة. يعني احنا جينا هنا قبل كده، السنة دي لا أفضل كمان من السنة اللي قبل كده، التجديدات اللي فيها والتطورات اللي فيها حاجات مفيدة جدا للطلبة، كلنا استفدنا والطلبة كلهم استفادوا بالحاجات اللي موجودة. شكرا. شكرا فندم. بدأ في بنائها قائد صلاح الدين الأيوبي فوق جبل المقطم عام 572 هجرية علشان يحصن القاهرة من هجمات الصليبيين، ولكنه للأسف رحل قبل ما ينتهي من بناء. اللي أتم بناءه هو السلطان بن عادل، وده كان أول ملك يسكن في القلعة. ومن وقتها فضلت القلعة مقر الحكم مصر حتى عهد الخديوي إسماعيل. والقلعة دي شهدت أحداث تاريخية كبيرة، من أول الحروب الصليبية وحتى نهاية أسرة محمد علي باشا. وكمان هتشوف مجموعة مميزة من المتاحف زي المتحف الحربي اللي بيعتبر من أهم المزارات السياحية. وانت جوه القلعة هتلاقي نفسك بتسافر عبر الزمن وبتروح لعصور قديمة جدا عدى عليها مئات السنين، وهتحس بانبهار وسعادة وفخر كمان ان المكان ده موجود فعلا في بلدك. وصدقوني لو زرت قلعة صلاح الدين الأيوبي هتحبوا مكان زيي وأكتر كمان. خلصت فقرتنا، واستنونا في مكان جديد وحلقة جديدة من فقرة مكان في بلدي. قبل أن نودع عام 2021 ونستقبل عام 2022 بساعات قليلة، قدمت طالبات مدرسة الرؤية الجديدة فقرة بعنوان حكاية بابا نويل. يلا نشوفها مع بعض. أهلا بمتابعين نشرة مجلة علاء الدين في حكاية جديدة. بما أننا في شهر ديسمبر، وبما أن باقي ساعات قليلة والعالم كله يحتفل بليلة رأس السنة، فأنا نتكلم النهاردة عن أبرز نجوم سعيد اليوم، من غير صعب يفرح الأطفال. بطل حكايتنا النهاردة هو بابا نويل سانتا كلوز. أهلا يا أصحابي، كلنا طبعا كنا فاكرين ان شخصية بابا نويل شخصية كرتونية او خيالية، لكن العكس. زمان كان في راجل يوناني بيوزع على الاطفال هدايا، وطبعا الاطفال كانوا بيكونوا مبسوطين لكن ما يعرفوش مين اللي بيديهم الهدايا دي. في مئات السنين اشتهرت شخصية بابا نويل في الدول الأوروبية وبعدها في الدول العربية. كتير قوي من الكتاب كتبوا عنه قصص خيالية وأساطير متنوعة، وبقى شخصية معروفة عند الأطفال بشكل الخيالي المستوحى من قصائد الشعر والقصص. جميل، بديل، له ضحكة جميلة،
ويرتدي بدلة حمراء. يأتي من القطب الشمالي ويقود عربة حمراء تقودها حيوانات الرمل. وداخل العربة هدايا كثيرة صنعها بنفسه للأطفال. والصورة دي انتشرت وأصبحت الصورة المعروفة لبابا نويل. والآن نختتم نشرة علاء الدين بفقرة اصنع بنفسك، والتي يقدمها الفنان الصغير آدم. هاي صحابي، أنا آدم عبد الرحمن، عندي 6 سنين. النهاردة هنعمل عروسة أصبع من ورق، هنعمل بابا نويل. هنجيب رول كرتون، وانا عندي منه كتير. دي الادوات اللي احنا هنستخدمها، دي ودي ودي ودي. نجيب الفوم الجليتر وناخد مقاسه على الرول. يلا نقص. هلزقه بمسدس الشمع. خلوا حد كبير يساعدكم. وهنلزقه بالطريقة دي. بالقلم الأسود هنرسم عينين بابا نويل، دايرة سودة صغيرة. بالشكل ده مناخيره خرزة حمرة صغيرة. اختاروا مقاس مناسب. دلوقتي هنعمل طاقية بالشكل ده، وهنلزق كرة القطن فوق، وهنلزقها في الرول. تادا. دلوقتي هنزين الطاقية بالقطن بالشكل ده. وهنعمل بالقطن شنب ودقن ليه. يلا نعمل زراير لهدوم. هجيب خرزتين واحطهم هنا وهنا. رحبوا معايا بابا نويل، عروسة الاصبع الجديدة بتاعتي. تقدروا تعملوا أشكال تانية كتير وتلعبوا بيها وتحكوا بيها الحكايات. ما تنسوش تجربوها وتبعتولي صورها. باي. شكرا للفنان المبدع آدم، وشكرا لمتابعة حضراتكم، وعلى موعد جديد بلقاء جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علاء الدين، مجلة أطفال مصر وأطفال العرب. رئيس مجلس الإدارة عبد المحسن سلامة. رئيس التحرير حسين الزناتي.